عسلمة. قال لك الحملة الانتخابية بدأت، الانتخابات الرئاسية به احنا ما لقيناش حاجة كبيرة توا، النهار الثاني مازلنا ما شفناش الموضوع، خلينا نزيد نستنى ونشوفوا. حتى اللي مش يحس روحه مش معني بالانتخابات ما فيها باس، هذا يشوف ويلاحظ باش ينجم يدرس الموضوع ويتكلم فيه. هو اليوم تعرفوا فما في المعارضة على الأقل فما زوز طيارات جبيدية، ناس تحب تشارك وناس ما تقول لك احنا مانيش معنيين وما نشاركوش. الناس خلينا نبدا بالثانيين، كان تسمع الناس اللي ما تحبش تشارك تقول لك ما فناش المعايير نتاع الانتخابات اللي معروف عليها، معروفه في العالم ونعرفوها حتى في تونس، بما انه في 2011 و2014 و2019 تعملت انتخابات في تونس، واذا استثنينا بعض التجاوزات من هنا وهناك في الجمله كانت معناها انتخابات محترمه من ناحيه ديمقراطيتها وشفافيتها ونزاهتها. هذا رايي. السنة هذا الشيء اللي كان موجود خليونا عنا يكون عنا الحق باش نشكوا فيه على الاقل، باش ما نقولوش احنا هنا نشوفوا. شفنا توا لينا تقريب شهرين واحنا غاطسين في العجه هذه بتاع البروسيسوس الكتورال والمسار الانتخابي وكذا، وشفنا لا نصوص ولا طريقه التعامل مع المترشحين للترشح من الاول، لكن اللي قالوا لهم مش نعطيوكم الجزاذة مش تجيبوا التزكيات، واللي فيهم ناس ما عطاوهمش حتى شيء، فهمتني؟ ثم المحكمة الإدارية كيفاش خدات الموقف، ثم كيفاش ما قرارها معناها وقع غض الطرف عليه بطريقة غريبة ياسر وكذا. يعني الإطار العام، الإطار العام ما هوش إطار الانتخابات، من غير ما نزايدوا ياسر في الكلام ولا نطرفوا، مش هكا تصير الانتخابات. الناس اللي معناها تعتبر روحها تحترم انفسها وتعتبر ان الانتخابات عندها نواميس وعندها اعراف وعندها معايير تقول لك انا ما نشاركش. كيفاش انت تقصيلي المرشحين نتاعي هكاك معناها من غير حتى مبرر معناها معقول، ونجي انا نشارك معاك في الانتخابات؟ علاش تختار انت المنافسين نتاعك وانا نجي نشارك معاك؟ ما نشاركش معاك. ثم انا ما عنديش ثقه حتى في بقيه المسار. اخي الآلة الانتخابية والناس اللي باش تنظم وتسهر على الانتخابات شكونهم؟ قراب شكون؟ مع شكون؟ كلامهم مش قاعد يقول؟ ممارساتهم تجاه المترشحين الاخرين كيفاش كان؟ سواء اللي وقع معناها اقصائهم ولا حتى اللي مازالوا تو وينو العياش زمان هاو في الحبس. هما ثلاثة مترشحين منهم واحد ديجا في الحبس. ديجا في الحبس. ايه كيفاش هذوما انتم باش معناها تراوهم انهم باش يعطيوهم الامكانيه باش ينتصروا؟ علاش تمشي تشارك في الانتخابات وانت تعرف من الاول انك معناها ماك باش توصل فيها لحد شيء؟ علاش؟ لشنو تحب تشرع؟ شنو تحب تقول للراي العام التونسي والعالمي؟ لانه حتى الراي العام العالمي يهمنا. يهمنا يعني يقولوا لكم معناها الناس اللي تتكلم هكا راهم خونه وبيوعه للخارج وكذا، هذا كلام مردود على اصحابه. احنا بلاد متفتحه على العالم وتتعامل مع العالم وعندها شركاء في العالم وعندها اصدقاء وعندها حتى اعداء وعندها معناها سمعه، وراي تونس نحبوها ترفرف في العالم ولا انا غلط؟ اي دونك يهمنا الراي العام في تونس ويهمنا الراي العام العالمي و معناها رأي شركاء وصورتنا، صورتنا لدى الشركاء. دونك هذوما ناس ما يحبوش يشاركوا لأنهم يعتبروا أن الديمقراطية كما حبوها الناس اللي خلقوها وكما احنا تعودنا عليها في السنوات الأخيرة معناها ماهيش مضمونة. قلت ما نشاركش برا خويا ربي يعينك. قل له انت هذه نظره غربيه وماهيش وطنيه وكذا، ينجم يقول اللي يحبوا، لكن هذيك هي الديمقراطيه. لكن النظره اللي بين ظفرين غربيه اللي حبينا ننسجوا على منوالها ونسجنا على منوالها، ما نجحناش 100% ولكن نجحنا في ما
معناها نسبة كبيرة منها نحبوا نحسنوها مش نحبوا نهبطوا بها. هذوما الناس اللي ماهمش باش يشاركوا. الناس اللي باش يشاركوا والغريب انهم يقول لك نشاركوا ونصوتوا لمرشح اخر وتو نهزموا قيس سعيد. معناها هما يحبوا يشاركوا ويحبوا يعبيوا الناس ويحبوا يمشيوا الانتخابات الآلة نتاعها ماهيش في يديهم في يد المنافس ويحبوا يطيحوا المنافس. طب يشوفوا الشيء اللي قاعد يصير في البلاد المدة هذه الكل ويعرفوا الزمال في الحبس ويعرفوا اللي معناها الامور ما هيش ولابد من ناحيه الحريات ومن ناحيه الاعلام ومن ناحيه حريه الناس باش تتكلم وباش تعبر ومن ناحيه الانتخابات باش تكون فيهم حمله انتخابيه ولا لا وكل انسان ينجم يقول اللي يحب ويتوجه للشعب كما يحب وكذا. يعرفوا هذا كله مش متوفر وماشيين للانتخابات وقال لك باش نربحوا. اش تربح يا ولدي؟ اش تربح؟ اش تربح؟ كيفاش تربح؟ في السياسة في السياسة مش حسن النية هو اللي ديما معناها النجم ومعناها نمشي ونعتدوا به. فما فهم يزم يكون فيه نضج سياسي مش طفيلي انفانتيل. فما الانفانتيليزم في السياسة ديما فما كلمة الانفانتيليزم المواقف الطفيلية نتاع ولاد صغار يعني نتاع ولاد صغار ما تاخذش العناصر الموضوعية في الاعتبار وما تشوفش الحقيقة وتبدا هكا متحمسة معناها تحب تربح. ايش تربح؟ تربح في تيران تاع الاخر والاربيتر معاه والجمهور نتاعو يهبط يلعب في وسط التيران وانت تقعد غاديكا واللي يتحرك منك معناها ياكل العصا وباش تربح. كيفاش باش تربح؟ كيفاش باش تربح؟ وعلاش انت تمشي في عمليه كيما هكا؟ ما اشرط اوقف في بلاصتك وناظر واشرط باش تتم انتخابات بالمعايير وفي في جو معناها ديمقراطي وسليم. انا ما نفهمش نقعد باهت نقعد باهت كيفاش الناس الثقافه السياسيه ولو انه فما برشا ناس راهو مع الموقف الاول وباش حساب كذلك صغيره ممكن اكبر من توصل في الكبر الى حجم معناها لا باس به في وقت ما او مش توصل في وقت ما الى حجم لا باس به بما انه مازالت الاحزاب الكل ما عبرتش. ولكن الناس المتسيسه احزابها كبيره ولا صغيره ولا هي مستقله الناس المتسيسه اللي فاهمه السياسه واللي عندها معناها تجربه سياسيه ومارست السياسه ومارست الصراع السياسي تقول لك شنو هذا؟ يجيش هكا فهمتني؟ ويقولوا لك معناها انت نظرتك غربيه، انت نظرتك الناس هذوما نقول لهم انا اللي يدعوا المشاركه وباش يربحوا على اساس انهم باش يربحوا هذاك الارجيومون تاعهم رانا باش نربحوا مالا فهمتني؟ نقول لهم انتوما مش طفيليين برك، انتوما النظره نتاعكم نظره معناها عروبية نسبة للوطن العربي للمنطقة العربية. هذه نظرة لا هي نظرة ماهيش نظرة ديمقراطية نجم نقولوا شبه ديمقراطية. يحبوا الانتخابات أما مستعدين يتنازلوا في كل معناها عناصرها الهامة لي فوندامونتو نتاعها. وممكن ما يزمناش نقولوا شبه ديمقراطية نقولوا شبه مستبدة حسيلو بين ما تجيش هكا. الناس اللي عملت الديمقراطية وقررت شنو هي حدود اللعبة الديمقراطية عطات فيها معايير ومواصفات لابد من احترامها. هذا اللي يلزمنا احنا نحبوا نبنيوا الديمقراطية في البلاد نحبوا نرجعوا الشيء المكسب اللي معناها حققناه في هذا المجال واللي تم التراجع عليه ونمشيوا به قدام ونعملوا انتخابات خير من 2019 وخير من 2014 وخير من 2011 مش نعملوا معناها نرجعوا نتقهقروا الى الوراء. هذه النظرة مستندة الى بعض التجارب اللي صارت في الشرق سواء في الشرق الاوسط او في المغرب العربي. يعني اوروبية هكا نسبة للمنطقة العربية نقولوا اوروبية مش هي انا مش نستنقص فيها كي نقول اوروبية ما هذيك هي
يا اخي يوليش يزاد الوطن العربي او البلاد العربيه او الاقطار العربيه، سميوها كما تحبوا انتوما، معناها هو مهد الديمقراطيه، ماهوش مهد الديمقراطيه، بالعكس هكا ولا. دونك الناس اللي تحب تعمل التنازلات هذه كل هي هكا ثقافتها السياسيه تنحو منحى عروبي، والناس الاخرى ثقافتها السياسيه متفتحه على العالم الحر، على الديمقراطيه، على الاشياء كيفاش تتم في الغرب. اي في الغرب بالطبيعه، احنا توا في المرحله التاريخيه هذه يلزمنا نستلهم من الغرب ومن البلدان الديمقراطيه اللي فيها هنات، راهي بلا زاد فيها هنات وفيها مواقف عنصريه وفيها مواقف ضد القضيه الفلسطينيه ومش معقوله ومش مقبوله، لكن في مساله الدوله ومؤسسات الدوله ودوله القانون والمؤسسات متقدمة علينا، هذا اللي لازمنا نستعرفوا به، وهذا اللي يفرق ما بين عروبي المنحى والديمقراطي، ولكل انسان ما يريد، وكل واحد معناها حر في افكاره، وهذا لا يفسد للود قضيه. انا مانيش معادي الناس الاخرى، ولكن انا نحب روحي نكون ديمقراطي. الى اللقاء.